كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا. السلام عليكم، معكم أبو فدلوس. موضوع مهم ومنفعة قوية للناس، العقل أن يأخذوا به إن شاء الله. طيب، مسألة الحرارة الزائدة في الجسد. إنسان يحس كأن جسده حامي بحرارة مرتفعة، كأن جسده بركان به حرارة، لكن عندما يذهب للطبيب يقول له ليس بك شيء، أنت عادي، حرارتك طيبة، حرارتك جيدة، لكن هو في قرارة نفسه من الداخل يحس كأن حرارة، كأنها نار. إذن هنا فليكن في علم الجميع أن غالبا الذي يحس أن به حرارة فهو مصاب، بمعنى أصيب إصابة روحانية. غالبا هذه الإصابة تكون بسبب الشيطان في الجسد. هذا الشيطان غالبا يكون دخل بعين حاسدة، غالبا، لا ليس في كل الأحوال، لكن غالبا دخل بعين حاسدة قوية وتشعل الجسد. ندري أن الشيطان خلق من مارج من النار، إذن فهو مخلوق ناري يدخل الجسد، إما يشعل هذا الجسد وإما يبرده، يمتص طاقته ويمتص حرارته. إذن في هذه الحالة كيف نتعامل مع الجسد في هذه الحالة؟ أولا نقوم بفعل نقيد الشيء، بمعنى إذا كان الجسد حار بحرارة مرتفعة فلا ينبغي لنا أن نضع شيئا عليه سخن كذلك، كالزيت مثلا. الزيت معروف أن الزيت أصلا حرارته لطبيعته فهو حار ساخن. إذا وضعت الزيت على الجسد منطقة معينة الجسد تحس حرارة تنبعث منه، وأنه أدخل الحرارة إلى الجسد. إذن هنا لابد أن نبرد الجسد أولا ثم نستعمل الزيت. نعلم أن الزيت المرقي أو المقروء هذا يقضي على الشياطين، يحرق الشياطين، يعذب الشياطين، ويفضح كل الشيطان وكل مس متخفي. وأنا أقول لكم أني كنت قد أعطيت وصفة الزيت لامرأة كانت تعالج عندي، فسبحان الله قتلت 2 رأت في المنام أنهم قتلا، والحمد لله. وإذا رأت فعلا في المنام أنهم قتلوا ففعلا فقد قتلوا كذلك في الواقع. طيب، الوصفة التي أعطيتها لإفادة الجميع وهي أن تأخذ زيت، سواء كان زيت زيتون أو زيت حبة سوداء أو زيت الفيجل أو زيت الحلثيت، تقرأ عليه سورة أو 10 الآيات الأولى من سورة الصافات، 10 الآيات الأولى من سورة الصافات. كم مرة تقرأها؟ ليس مرة، بل تقرأها 10 المرات، 50 60 70 80 90 100 200، كلما زدت إلا وأصبح هذا الجن مهدد بالقتل وبالحرق. طيب، 10 الآيات الأولى من سورة الصافات كلما قرأتها تنفث على الزيت، حبة يكون نصف لتر من الزيت تقريبا أو كأس كبير. ثم الآية 10 من سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طيب، تقرأها 100 مرة، 150 مرة، 200 مرة، كلما أقول لك كلما زدت كلما كان الأمر جيدا لك وصاعقا للشيطان الذي بك. إذن هذه وصفة الزيت، كنت أعطيت هذه الوصفة واستعملتها تلك السيدة، سبحان الله في اليوم الأول أحست بحرارة شديدة جدا، عرق، تعرق جسده جيدا بكثرة، حتى أن الملابس التي كانت عليها كلها سبحان الله أزالتها من العرق. طيب، اليوم الثاني كذلك،
ثم اليوم الثالث سبحان الله رأت في المنام، إذا استعمل الزيت ثلاث ليالي متتابعة، رأت في المنام أن الشخص أخبرها أنها أنه ما قتل. طيب، إذن الحرارة غالبا الذي يكون في حرارة غالبا يحس كأن به ألم في المفاصل ناحية الركبتين أو ناحية القدمين والساقين كذلك. إذن الحرارة الزائدة المفرطة غالبا سببها عين حاسدة، وأنت في قرارة نفسك عندما ترجع الصورة إلى الماضي ترى أن فيك شيئا مميزا، أو أن صديقك أو صديقتك، جارك أو جارتك، زميلك أو زميلتك حسدك على شيء، فيك شيء مميز يحسدونك عليه. يقول قائل: وعلى ما يحسدونني؟ ليس لي مال، ليس عندي سيارة، ليس عندي زوجة، ليس عندي أولاد أحسد عليهم، ليس عندي وظيفة أو منصب كبير، على ما أحسد؟ يحسدونك على الابتسامة، على العافية، يحسدونك على اللباس، على تنسيق الألوان، يحسدونك على طيبة قلبك، على حنانك، يحسدونك على كلامك، على هدوئك، على حسن تفكيرك، يحسدونك على مشيتك، على والديك، على أولادك، على البيت الذي تسكن فيه، يحسدونك على راحة نفسك. فاعلم أن هؤلاء الناس أصلا هم مصابون ويحتاجون إلى علاج. أي إنسان يصيب بالعين فهو أصلا مريض، لأن نفسه تتهيج للشيء ولا يبرك. عندما لا يبرك يخرج السم من النفس الخبيثة عبر العينين فيصيب الشخص، وبتلك مصيبة، إنه يؤذي أحدا من إخوانه وأخواته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأنت تعلم أي مصاب يعلم عاجلا وآجلا أنه مريض، يعلم أن هناك حركات في الجسد، أن هناك أمراض غير مفسرة أصلا. إذا عند الطبيب يقول له: ما ليس بك شيء، الأجهزة المتطورة الحديثة لا تظهر شيء. إذن هناك شيء خفي ينبغي أن تعلمه، فهذه حرب من الشياطين. والله سبحانه تذكرنا أن الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن كيف لنا أن نبتعد عن طريق الله عز وجل؟ كلما ابتعد عن طريق الله عز وجل كلما زاد الشيطان علينا قوة، أصبح متسلط علينا. والله سبحانه يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن ففي هذه الحالة لابد أن نكون لهم بالمرصاد، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. طيب، لابد من أخذ الحيطة والحذر. إذن نعود إلى موضوعنا، موضوع الحرارة الزائدة في الجسد، لابد أن نبردها أولا. كيف نبردها؟ تقول لي: اغطس نفسك في ماء بارد مع ملح وخل، لكن الجو بارد. أقول لك، نيسر لك الأمر، خذ رشاش ضع فيه ماء بارد مع ملح مع خل، ورش، رش على الجسد، رش على الرأس، رش وامسح، رش وامسح. هل تعجز عن هذا؟ الأطفال عندما تكون عندهم حرارة زائدة حتى لو كانت حمى كذلك لابد من إبرادها، لابد من تبريدها. لماذا؟ لأن الحرارة تجعل الجسد مرتعا للأمراض. نعم، مرتعا للأمراض. إذن مسألة الخل تضعه مع ماء في جوارب وتلبسها، خل يكون طبيعي ليس به كحول، تضعه في الجوارب يمتص بإذن الله الحرارة. وكذلك الذي عنده بانيو في الحمام يضع نصفه فيه ماء غير مرقي، ماء غير مرقي لا تقرا عليه، فقط ماء في ملح وخل، واغطس فيه 20-30-40 دقيقة بإذن الله يمتص كل الحرارة الزائدة. كذلك أنصحك
أن تستمع لرقية إبطال العين والحسد، أو على الأقل تقول بسم الله، ترقي نفسك بنفسك، بسم الله، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل كل حسد عظيم، بسم الله يبطل ويخرج كل حسد عظيم، بسم الله يبطل ويخرج كل حسد عظيم، وتقرأ بنية إبطال وإخراج الحسد، وبإذن الله سترى النتيجة. لا تحتاج لا راقي ولا تحتاج أن تذهب وتقطع المسافات الطويلة لتعالج نفسك، وتجد الراقي عنده المئات من الناس ينتظرون، وأنت تنتظر اليوم كله، وعندما تدخل عنده يعطيك 5 دقائق مقابل مبلغ كبير. الأشياء لا نريدها، لأن للأسف أصبحت سمعة الرقاة في الحضيض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نقول لكم تعلموا كيف، لأن هذه الأشياء لن تقع لكم فقط مرة واحدة، مرات ومرات، أنت دائما محسود. لأن عندما عجز الشيطان عن إغواء هذه الأمة أدخل جنوده في أجسادها، فأصبح الإنسان يتكلم معك كلام عجيب، لا تقول هذا من كلام إنسي بل كلام جني، يتلبس به ولا تدري أنه جني. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من شر كل عين وكل حسد وكل شيطان، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. هذا أخوكم أبو فردوس، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.